يا أهلا بطلاب الصيدلة على قناة علم العقاقير، قناة فارماكولوجي أند هيربال ميديسن. معاكم الدكتور مصطفى محمود حجازي، هنتكلم عن الفايتوكيمستري أوف أوبيوم ألكالويدز. الديفينيشن بتاع الأوبيوم ألكالويدز إير ذا إير درايد ميلكي إكسيوديت، اللي هي الإفرازات اللبنية زي ما احنا شايفين في الصورة على إيدنا الشمال، أو ممكن نسميها الليتكس. تمام، أوبتيند باي إنسيزنج، طريقة تشريط بحصل عليها لما أجي أشرط الانرايب كبسولز، تمام، اللي هي الفروت الثمرة اللي هي الانرايب، عشان التشريط بيبقى فيها طبعا اسهل، عشان اقدر احصل منها على الايه، على المادة اللبنية دي. اوف اوبيام بوبي اللي هو النبات الخشخاش، اللي هو الاسم العلمي بابافر سومينيفرم فاميلي بابافريسي. بالنسبة لنا الانرايب كبسول اللي هي لونها بلو جرين، لما يحصل لها تتحول للون اليلو، تمام كده، بالتالي مش هقدر استعمل النايف او مش هقدر اعمل لها انسيجن عشان اقدر افتح الليتكس تيوب، فبالتالي مش هقدر احصل على الاوبيوم منها. طب ليه انا ليه بركز على الايه، على الان رايب، تمام كده، لان مع ان الرايب كبسول اللي لونها بيبقى يلو بيبقى فيها 0.5% اللي هي 0.5% اوف توتال الكالويد، ودي نسبة كويسة في الالكالويد، لان النباتات اللي فيها الالكالويدز بتبقى نسبتها قليلة، الالكالويدز معروفة طبعا انها نسبتها قليلة. انما الاوبيوم اللي انا بحصل عليه اللي هو الليتكس دون بيحتوي 25% من وزنه وفي اتس ماس كومبوزد في الكالويد، يعني 25% من وزنه الكالويد اللي هم 40 الكالويد. احنا مش محتاجين ال40 الكالويد كلهم، احنا محتاجين الكالويدز اللي ليها سيجنيفيكانس من الناحية الميديسنال. طب بالنسبة لنا كناس بتدرس ايه، علوم الصيدلة، لو احنا بصينا فهمنا على ايه الصورة اللي ايدينا على ايدينا الشمال دي، هنلاقي الراجل بيعمل انسيجن للايه، انرايب كبسول. في الصورة اللي في النص بيسيب، هو طبعا بيعمل انسيجن الصبحية ويسيب الليتكس دون لغاية لما ينشف او يبقى سيمي سوليد كده، ويجي على الكبسول يعمل سكراتشنج بالنايف اللي معاه الكبيرة دي، تمام، بحيث ان هو يجمع كل كمية الأوبيوم اللي هو يقدر إيه يحصلها. importance، أهمية الأوبيوم. الأوبيوم source of economically valuable chemicals، يعني بنحصل منه على مركبات مهمة، سواء كان treating medicines، سواء كان حاجات علاجية زي المورفين اللي أنا بستعمله كبين كيلر أنالجيسيك كمسكن وقاتل للألم، تمام، او الكودايين والنوسكابين اللي انا بستعملهم ككف سبريسنتس، حاجات بتهدي الكحه، الكحه الناشفه، تمام، او البابافرين اللي بنستعمله كسموث ماسل ريلاكسانت، تمام كده، او ممكن بحاكي هم المركبات اللي اتعملت معظمها الاوبيويد او الاوبييتس اللي هي سينثيتك دي، كلها موديلد على المورفين او موديلد على المركبات اللي هي اتفصلت من الايه، من الاوبيوم، سواء كان استعملت المركبات اللي هي السينثيتيك دي كانالجيسكس برضك نفس الاستعمالات، او كاف سبريسنس، او ممكن تبقى ابيوز دراج. وابيوز دراج دي اهميه برضك خطيره، لان انا دلوقتي محتاج ان انا اعالج الناس اللي هي خدوا الدراجز دي يعني بشكل ابيوز، يعني اللي هم الناس اللي ادمنت الادويه دي، تمام، واستعملتها بشكل خاطئ، تمام، فانا محتاج ان انا اعالجهم منها، فدي وعلاجهم ده مش هيبقى ببلاش، بالتالي انا عندي اهميه طبيه ان انا اعالجهم، واهميه اقتصاديه ان العلاج ده مش ببلاش، تمام كده. يبقى انا عندي حاجتين، يا اما الحاجات الناتشرال ودي استعمالاتها اللي احنا الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، تمام، او الحاجات السينثيتك اللي هي موديلد على الحاجات الايه، على المورفين بردك بنفس الايه، الاستعمالين اللي احنا قلنا عليهم دول. في حاجه في هيستوريكال اوفر فيو لازم نتكلم عنها، تمام. البوبي النبات الخشخاش او نبات ابو النوم ده معروف في مصر القديمه، بوبي ان انشنت ايجيبت، تمام. اوبيوم وورز، الحروب اللي قامت بسبب الافيون ده، بوبي ان ارت. اوبيوم ان انشنت ايجيبت، ذا بلانت واز نون ان يوروب at least 4,000 years ago as evidenced by fossil remains of poppy seed cake. كانوا هما وما زالوا لغاية دلوقتي
بياكلوا بذور الاوبيوم لان ما فيهاش ايه ناركوتيك الكالويد، الحاجات اللي هي بتسبب مشاكل ما فيهاش الكالويد اللي هي الناركوتيك اللي هي المورفين والكوديين والكلام زي كده، تمام كده، فبيستعملوها في الاكل تمام وفي الكيكه وبيستعملوها ما زالت لغايه دلوقتي تمام. حتى ان الاوبيوم نفسه كان موجود في مصر consumed by ancient Egyptian and was known to the Greeks as well. واحنا حاطين صورة هنا للملكة كليوباترا، تمام، ان من ضمن الاثباتات العلمية اللي اثبتوها كليوباترا السبعة اللي هي البطلمية، من ضمن الاثباتات اللي اثبتوها في انتحارها ان هي ما انتحرتش بالايه بسم الكوبرا المصرية لان بيسبب painful death. تمام، على موقع CNN في نشر الدراسة، طبعا انا المفروض احطها لكم بس الموضوع مش مستدعي، يعني احنا ناس بننوه بس على الايه على الحاجات اللي هي التاريخية بس انها مش لازم نخوض فيها كتير. تمام، الناس من ضمن المكونات السم اللي استعملته كان فيه الاوبيوم عشان تبقى ايه بيقول عليها سليب ديس، تمام، يعني تاخد الحاجة وما تحسش بأي بين اللي هي الاجوني اللي هي سكرات الموت ما تحسش بيها. حروب الافيون اوبيوم وورز، الحروب دي قامت ما بين بريطانيا العظمى في القرن 19 والصين، لان بريطانيا ساعتها كانت بتصدر بشكل غير شرعي كميه كبيره من الافيون للصين، فالصين حاولت تمنع الكلام الظاهره ده بسبب وجود كتير من المدمنين انك عندهم دي حاجات ناركوتكس ناركوتيك انرجيسكس، تمام كده، يعني حاجات بتسبب اديكشن، فبالتالي حاولوا يمنعوا الموضوع ده فقامت حرب، فبريطانيا كسبت وابتدت تصدر بعد الحرب كميات اكبر من الافيون للصين، وفي نفس الوقت برضك بعد ما خسرت الصين بريطانيا احتلت هونج كونج واصبحت مستعمره بريطانيه لفتره كبيره قوي يعني. تمام، دي من الحقيقه الايه التاريخيه عن الافيون. في بوبي ان ارت، الخشخاش في الايه في الفن، طبعا كلنا عارفين اللوحه دي اللي جت في فيلم حراميه في تايلاند اللي هي لوحه الايه لوحه الافيون بتاعت زهره الافيون بتاعت فان جوخ. تمام، اللوحه دي تمنها ما بين 50 مليون ل 55 مليون دولار، اتسرقت من متحف في القاهرة اسمه محمود خليل في 2010، محدش عارف هي فين لغاية دلوقتي. opium addiction، طبعا addiction كلمة addiction دي معناها physical dependence، تمام، يعني الفسيولوجي بتاعتي لما بتتأثر، وظائف جسمي حياتي بتتأثر لو انا ما استعملتش نفس الايه نفس الحاجه، فده اسمه اللي هو الايه الادكشن. تمام، ده الكلام ده بيعمله الاوبيوم سواء كان الايه السترو بتاعه اللي هو القش الحاجات اللي بتبقى فاضله الكبسول، انما السيدز لا. تمام، البذور اللي بتطلع منه ممكن تستعمل في زي ما احنا شايفين في الاكل، بيستعملوها من قديم الازل في الاكل وما زال لغايه دلوقتي كيكه الافيون زي بالظبط بذور حبه البركه اللي احنا بنحطها على العيش دي يعني العيش الفينو. تمام، وفي كمان زي ما احنا شايفين الشوكولاته ديت اللي هي ليمون اند بوبي سيدز شوكليت، شوكليت اللي هي بالايه ببذور الافيون، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش ناركوتيك الكالوريد. طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم عن الحاجات الاوبيوم والحاجات اللي بتعمل ادكشن من غير ما نعرف انت ازاي بيكشفوا عن الكلام دوت. بيبقى في تيست برايمري، تمام، برايمري سكريننج كده، تمام، دون تيست دون اسمه دراج ابيوز تيستينج، تمام، يوزنج مالتيبل بانل دراج اوف ابيوز يورين تيست. تمام، هو اسمه كبير قوي كده اللي هو المالتيبل بانل ده اللي احنا شايفينها اللي هي اللوحه متعدده اللي يعني بيكشفوا عن واحد هو مدمن ايه بالظبط، فبيحط له زي اللي هي شرايط بتاعت اختبار الحمل دي، تمام، اللي هي معتمده على الانتي بودي انتيجين اساسي، تمام كده، طبعا لازم يستعمل الشرايط دي لانها بتكشف لغايه 20 نانو جرام، تمام، في كل ملي، بتكشف كميات قليله جدا. الانتيجين انتي بودي بتدي له فرصه ان هو يكشف كميات قليله جدا من الدراج، سواء كان بقى ايه لو احنا شايفين على الايه على الستريبس دي هنلاقي في اللي هو في النص الازرق ده كوك، ده الكوكايين، بارب اللي هو الباربيتوريت، مور اللي هو المورفين، طيب THC اللي هو الكنابس، هو عايز يكشف عن الكلام ده. واحنا شفنا في بعض العلب تمام بيستعملوها كمان لو انت عايز المريض يحلل وفي نفس الوقت ما يعرفش النتيجة او النتيجة توصل
للمنطقة اللي واصلة اللي عايزة النتيجة بدون ما ايه بدون ما يعرف، فبيشيلوا الورقة اللازقة دي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي في النص. تمام، ده اسمه multiple drug panel او multiple drug panel cup. تمام، ده معتمد على انزيم البرنسبل بتاعه، انزيم multiplied immune assay technique او بيسموه الاميت، انزيم multiplied immune assay technique. الانزيم multiplied immune assay technique زي ما احنا شايفين بيحط نقطه في المكان اللي هو اليورين او العينه السامبل بتاعته، بيبقى فيه انتي بوديز في اول المكان ما بيحط العينه. الانزيم دي الانتي بودي دي بتبقى اتاتشد، اللي هي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي على اليمين، بيبقى اتاتشد بايه باسمها الانتي بوديز دي بنسميها ليبلد انتي بودي. الليبلد انتي بودي دي بتبقى اتاتشد ليها، دي بتتحرك مع السامبل. تمام، بتبقى اتاتشد بانزيم، والانزيم ده اتاتشد بدراج. تمام، بيبقوا هما الاثنين موجودين على الانتي بودي. الانتي بودي مجرد ما يبقى في عنده تركيز من نفس الدراج دوت، الدراج بيعمل ريليز للانزيم والدراج اللي هو موجودين على الانتي بودي نفسه، ويخش الدراج لوحده لما يكون تركيزه موجود اكتر. فبالتالي الانزيم اللي موجود ده حصل له ريليز، فبتخش عليه سبستريت اللي بتبقى موجودة على اللاين. تمام، ده اللي هو اللون اللي بيحصل، اللون نتيجة ان انا حصل ريليز للانزيم، والانزيم دوت اشتغل على السبستريت فاداني الكالر بتاع الخط النهائي. تمام، وطبعا زي ما احنا شايفين الايه السبستريت الليبلد انتي بودي اتاتشد بالتارجت انتيجين اللي هو الدراج على الكابتشر انتي بودي اللي هو على الايه على اللي في الاخر خالص. دي بردك احنا قلنا الاختبارات دي بتبقى اوليه، لان لازم بتاخد العينه بعد كده بتاخد منه عينات تاني وتشوف نتيجه الاختبار مظبوطه ولا لا. بتعمل اميونو، يا اما اميونو اسي يا اما انزيم اميونو اسي اللي هي الايمت قلنا عليها، او راديو اميونو اسي. بعد كده لو انا عايز اعمل كونفيرماتوري تيست من خلال الجاز كروماتوجرافي او الماس سبكتروميتري او التي ال سي ثين لاير كروماتوجرافي، الحاجات اللي احنا بناخدها في الكروماتوجرافي العاديه. ده اللي احنا شايفينه اللي هو الايه الليترال فلو اسي زي ما احنا شايفين، بس دوت ده اميونو اسي مش انزيم اميونو اسي، مش ايمت يعني، بس هو على سبيل بس التشارت دوت الفيجر ده على سبيل التوضيح بس. اول حاجه هتبقى موجوده عندنا الميكونيك اسيد. الميكونيك اسيد دوت كانوا بيعتقدوا زمان ان هو موجود في الاوبيوم بس، اللي هو اوبيوم بوبي اللي هو الخشخاش، نبات الخشخاش، الاوبيوم اللي بيطلع من نبات الخشخاش. تمام، بس الكلام ده مش صح، لان لقوا الميكونيك اسيد. طب الكلام ده يفيدني، لقوه في نباتات تانية بابافر برضه. طب كان يفيدني الكلام ده بايه؟ كانوا بيعتبروا ان دي حاجه مهمه، ان انا لما الاقي في السامبل العينه اللي انا خدتها من الشخص اللي انا بتاكد اذا كان مدمن او مش مدمن، لقيت فيه الميكونيك اسيد، تمام، يبقى الشخص دوت واخد واخد افيون. تمام كده، بس الكلام دوت ما عادوش بيعتمدوا بيه او بيعتدوا بيه قوي يعني، الا في حالات قليله. تمام، لانه وجدوا ان هو موجود في نباتات تانية. الميكونيك اسيد زي ما احنا شايفين ده الاسيد اللي هو طبعا عارفين الكالويدز بيزكس. تمام، فلازم تبقى اتاتشد لاورجانيك اسيد. اورجانيك اسيد من ضمن الاورجانيك اسيدز اللي موجوده عندي الميكونيك اسيد. تمام، زي ما قلنا كانوا بيعتقد ان هو موجود في الاوبيوم بوبي اللي هو الاوبيوم اللي بيطلع من نبات الخشخاش، بس الكلام ده مش صح. الميكونيك اسيد زي اي فينوليك كومباوند بيدي مع الفيريك كلورايد ديب بيربلش ريد كلر. تمام كده، ده التست بتاعه، اي فينوليك كومباوند بيتفاعل مع الفيريك كلورايد ويديني كلر. لما اجي اقسم اعمل كلاسيفيكيشن في اوبيوم الكالويدز، الاقي عندي اربعه مين نيوكليسز موجوده عندي في الاوبيوم في الافيون، البنزايل ايزوكينولين. لو احنا شايفين اهوت مجموعه البنزايل فينايل وماسك فيها كربونه زي الايه اهوت وايزوكينولين، فبنزايل ايزوكينولين زي ايه البابافرين والناركوتين. تمام، فينايل ايثايلامين الكالويد زي الناريسين. فينايل تالت مجموعه الفينانثرين الكالويد
اللي هي منها الثلاث الكالويد المشهورين مورفين كوديين سيباين. اخر مجموعة عندنا يعني ملهاش استعمال او عشان نتطرق ليها البروتوبين زي الكريبتوبين مش ليها استعمال. الفينانثرين شايفينها هي 3 اروماتيك رينجز اللي هي زي الموجودة في الستيرويدز بس بتاعت الستيرويد بتبقى ليفاتيك. اوبيوم الكالويد اوبنزايل ايسوكينولين جروب اللي هي قلنا البابافرين والناركوتين بين قوسين النوسكابين. هو المفروض الغلط ما عادش حد بيسمي النوسكابين اللي هو موجود كان تصف في الصيدليات للكحة ما عادش حد بيسميه الناركوتين، كان بيسمى على سبيل الخطأ بالناركوتين لأنه جاي من نبات ناركوتيك، إنما هو ملوش أي ناركوتيك إفكت، هو للكحة وبس، ما بيعملش أي أفوريا، ما بيعملش أي إدمان يعني، تمام؟ لو إحنا بصينا على البابافرين هنلاقي فاهمني الأيسوكينولين رينج فولي أروماتيك، إنما عندي الأيسوكينولين رينج الموجود عندي في النوسكابين هتبقى تترا هيدرو. يعني في 2 دبل بوند مش موجودين محلهم 4 نيتروجين دخلوا مكان 2 دبل بوند دول، تمام. هنلاقي عندي في النوسكابين لاكتون رينج، تمام، في البريدج اللي ما بين الايه ما بين الايزوكينولين والفينايل جروب. يعني دي حاجات اسمها لما نيجي نتكلم في الكالويد دايما بيهمنا الحاجات اللي اسمها الاستراكشرال فيتشرز، تمام، بتبقى ليها دور ممكن نتكلم عنه او ممكن ما نتكلمش عنه على حسب، بس هي من ضمن الحاجات المهمة في الأسئلة. البابافرين والناركوتين طبعا مختلفين عن الايه عن المورفين والكوديين والثيبايين، لأن المورفين والكوديين والثيبايين من مجموعة اسمها المورفينان اللي هي فينانثيلين الكالويد، تمام. البابافرين والنوسكابين very weak bases، تمام كده، very weak bases وتقريبا almost neutral للايه للليتمس بيبر. ممكن اعمل لهم extraction بالكلوروفورم من الاسيد سوليوشن بتاعهم، اسيد سوليوشن اللي هو السولت فورم بتاعهم، يعني انا حطيت الالكالويد على اسيد فاداني سولت فورم، تمام كده. لو انا حطيت مفروض كلوروفورم ما ياخدش السولت، تمام، لا هو هنا بياخد البيز من الايه من الاسيد سوليوشن، فبالتالي السولت اللي اتكون بنقول عليه انستيبل سولت. هي درايفد بايوسينثيتيكالي منين؟ من التيروسين امينو اسيد. البابافرين المقارنه بينه وبين الناركوتين او النوسكابين، احنا قلنا البابافرين زي ما احنا شفنا بالستراكشر فولي اروماتيك بنزيل ايزوكينولين، بينما الناركوتين تترا هيدرو. البابافرين اوبتيكالي ان اكتيف، الناركوتين اوبتيكالي اكتيف. البابافرين سوليبل ان الكحول كلوروفورم، ان سوليبل ان ووتر. الناركوتين سوليبل ان هوت الكالاي، تمام، اند كلوروفورم. بابافرين نو لاكتون رينج، تمام. لو احنا رجعنا قلنا structural features، تمام، اللاكتون رينج الموجوده في قلب الناركوتين او النوسكابين ديت هي اللي بيحصل لها opening لما اجي اعمل addition للالكالاي، بيحصل لها destruction، دي حاجه مهمه، ممكن الدراج بتاعي يبوظ. الناركوتين والنوسكابين والبابافرين in use، ليهم استعمال في الماركت يعني في الكلينيكال يوز، بيستعملوا على البني ادمين. بابافرين and narcotin doesn't possess narcotic effects. لما نيجي نتكلم عن الفصل isolation flow chart، الشارت بتاع الايزوليشن بتاع الالكالويدز، الخمسه الكالويدز دول من الاوبيوم، تمام كده، isolation of opium الكالويد. الاوبيوم الكالويد باخد انا الاوبيوم ده عامه وبحط الكالسيوم كلورايد، كالسيوم كلورايد واعمل ماسيريشن with water بالميه لمده 24 ساعه وبعدين افلتر، تمام. الكالسيوم كلورايد دوت هيتفاعل مع الاورجانيك اسيدز اللي موجوده عندي زي الميكونيك اسيد، اللاكتيك اسيد اللي هي الاورجانيك اسيدز اللي هي متحده مع الالكالويد، تمام، وهيطلع لي الكالسيوم ميكونيت والكالسيوم لاكتيت، لان ده سولت بتاع سترونج اسيد سترونج بيز، تمام كده، فيديني، وده سولت بتاع ويك اسيد ويك بيز، تمام كده، فيحصل اكستشينج ما بينهم. هنعمل فلتريت، تمام، وناخد الالكالويدال هيدروكلوريك سولت، تمام. خدت انا السولت اللي هو موجود عندي في الميه، تمام،
وبعدين بعد كده بعمل الكالينيزيشن عشان اعمل لايبريشن للايه للفري بيز. يبقى انا حطيت الكالسيوم كلورايد، خد لي كل الايه الاورجانيك اسيدز تمام، واداني الالكالويدال سولت. الالكالويدال سولت عايز اخد البيز بتاعتي تاني، فبحط صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد هتديني فلتريت وبريسبتيت. الفلتريت دي هيبقى فيه هيبقى المورفين كوداين ناريسين سوليابل فيه، لان المورفين لما نيجي نتكلم قدام شويه دوت فينوليك، فيه مجموعه فينول فلو اسيدك، المجموعه الاو اتش الفينوليك هتبقى اسيدك. الناريسين هو اصلا اسيدك لما فيه كربوكسيليك جروب، فدي تديني فينيت وتديها تديني صوديوم سولت تمام. بينما الالكالويد الثانية البابيفرين الناركوتين السيباين مش هيدوب وهيتكون في شكل بسبتيت. هنخش على الايه الشارت بتاع البابيفرين الناركوتين السيباين، هنعمل لهم سوليبلايزيشن في دايلوت الكول، وبعدين نعمل اسيديفيكيشن باسيتيك اسيد تمام. الاسيتيك اسيد السيباين سولت السيباين اسيتيت سوليبل في الميه تمام، فبالتالي هتبقى موجوده في الفلترت. انما البابافيرين اسيتيت والناركوتين اسيتيت تمام انسوليبل، فيبقوا موجودين على شكل بريسبتيت في الميه طبعا تمام كده. طيب انا كده خدت السيباين اسيتيت في الميه لوحده تمام كده، خدت الفلتريت تمام كده، وبعمل له الكلانيزيشن بامونيا بويك بيس تمام كده، بحيث ان احصل على السيباين ك بيز لوحدي. عندي البريسبتيت اللي هو بابافيرين اسيتيت والناركوتين اسيتيت، بضيف عليهم ميه وبغلي مع الاوكساليك اسيد. الاوكساليك اسيد الناركوتين اوكساليت سوليبل في الميه، انما البابيفرين اوكساليت انسوليبل في الميه. فهاخد الفلترت اللي فيه الناركوتين اوكساليت سوليبل، وهيبقى عندي البريسبتيت هفصلهم عن بعض، وبرضك نفس الكلام هعمل احط برضك ويك بيز عشان اخد الايه الالكالويد بتاعي لوحده من السولت بتاعه طبعا. احنا اصلا كده او كده هم انستيبل، فاهمني؟ زي ما قلنا احنا ممكن نعمل، مش لازم نعمل لهم ايه، ممكن نعمل لهم اكستراكشن بالايه بالكلورفورم دايركت على طول من ايه من الاسيد سوليوشن بتاعهم. نرجع بقى تاني على المورفين والكوداين والناريسين. احنا قلنا قبل كده ان الكوداين سوليبل في الووتر كبيز، هي البيز نفسها سوليبل في الووتر، فلما احط كلوروفورم هيطلع لي الكوداين لوحده وسوليبل في الكلورفورم، هيطلع لي الكوداين لوحده في الكلوروفورم كلير. بينما عندي المورفين والناريسين، المورفين اللي هو موجود اسفينيت تمام كده، لان قلنا في او اتش فينوليك، والناريسين اللي هو فيه كربوكسيليك جروب ده موجود مورفين اسفينيت والناريسين الصوديوم سولت. هنعمل اسيديفيكيشن والكلانيزيشن. اسيديفيكيشن عشان اخد البيز، والكلانيزيشن تمام كده هلاقي ان عندي المورفين انسوليبل في الامونيوم هيدروكسيد، بينما الناريسين سوليبل. ان الفينوليك او اتش دي هتتفاعل مع الامونيوم هيدروكسيد، بينما الكربوكسيليك مش هتتفاعل. ممكن نعيد صياغة التشارت كده، الفلو تشارت اللي قصادنا السكيم دي بشكل سريع. نقول ان الاسيدز الاورجانيك اسيد اتفاعلت مع الكالسيوم كلورايد وادتني الاورجانيك اسيد لوحديها والالكالويدال سولت لوحده. خدت الالكالويدال سولت عملت ليبريشن للبيز تمام كده، فمن خلال الكالينيزيشن اداني حاجات دابت وحاجات ما دابتش. الحاجات اللي دابت دابت عشان كونت سول تمام، او حاجات بتروح في الميه. الكودايين راح في الميه تمام، لان هو بيروح في الميه بيدوب في الميه. المورفين راح في الميه عشان كون فينيت. الناريسين كون صوديوم سول، بينما عندي الحاجات اللي ما دابتش دابتش عشان هي اصلا موجوده في الميه، لان دي الكالويد اورجانيكس وحاجات الكالويد ما بتدوبش في الميه زي البابيفرين الناركوتين السيباين. وهنمشي على الشارت. استعملت بقى البابيفرين والناركوتين والسيباين، استعملت تو ستيبس من خلال تو اسيدز، الاسيتيك اسيد والاوكساليك اسيد. اسيتيك اسيد سولت للسيباين بيدوب في الميه، انما الاسيتيك اسيد سولت من البابيفرين والناركوتين ما بيدوبش في الميه. استعملت بعد كده عملت لايبريشن للبيز، وبعدين بعد كده حطيت اوكساليك اسيد
الأوكزاليك أسيد سولت للناركوتين بيدوب في المية، البابيفرين سولت ما بيدوبش في المية. لو احنا رجعنا تاني قلنا للمورفين كوداين ناريسين، المورفين موجود في نيت والناريسين موجودين كصوديوم سولت، مش هيطلعوا للكلوروفورم، يبقى الكوداين هيروح للكلوروفورم موجود از ابيز. تمام، بعمل اسيديفيكيشن عشان اعمل اطلع الصوديوم سولت دوت. تمام كده، وبعدين بعمل الكالينايزيشن بويك بيز. تمام كده، الويك بيز دي هتخلي لي الناريسين موجود في السولت، موجود في السوليوشن، والمورفين موجود كبريسبتيت. تيست فور ايدنتيفيكيشن، بابافرين بنفعله تيست، اول تيست له اسمه الويرنز تيست، بابافرين مع البوتاسيوم برمنجانيت كريستالات منه اللي هو احنا بنعمله في المعمل، مع الماركيز ريجنت، الماركيز اللي هو الفورمال دايت سلفوريك، هيديني جرين كلر يتحول للبلو. البابافرين مع الكونسنتريت سلفوريك هيديني فايلوت كلر ونهيتنج. النسكابين مع الكونسنتريت سلفوريك هيديني فايلوت كلر. التست ده نيجاتيف مع المورفين. الناركوتين بلس سكروز بلس كونسنتريت سلفوريك هيديني جرين يلو، هيتحول لبلو فايلوت. يوزز اوف بابافرين، البابافرين ملوش اي انالجيسيك، نو انالجيسيك اور هيبنوتيك بروبرتس، ملوش اي تأثير منوم او تأثير مسكن. ولكن التأثير بتاعه بنقول عليه سباسموليتك فازو دايليتور، عشان كده بيستعملوه مضاد للتقلصات وموسع للشعر، موسع للاوعيه الدمويه، فعشان كده بيستعملوه انتي سبازموتيك، حاجه المضاده للتقلصات في حاله الجي اي تي سبازمز ان برونكيال ازمه، وفي حاله التقلصات اللي هي بتاعت اي سموث ماسل، سواء كانت في الجي اي تي او سواء كان في الايه في البرونكاي. تمام، واحيانا بيستعملوه في الميل امبوتنس باي دايركت انجكشن، الكلام ده موجود بس في المستشفيات بيحددوا بيه اللي هو الايه اللي هو التسريب الوريدي. دي الاستعمالات اللي موجودة للبافرين. اليوزز اوف نسكابين، النسكابين موجود في الصيدلية، موجود مستحضرين ثلاثة اظن، بيستعملوك انتي تصف في حالة الكف اللي هي الدراي كف، ملوش اي انالجيسيك او ناركوتيك اكشن. زي ما قلت لكم قبل كده ان اسم الناركوتين دوت ما عادش ملائم وتغير من زمان، بس مازال موجود في المناهج التدريسية، بقى اسمه الايه النسكابين، وده الاسم الايه اللي بيستعمل دلوقتي. اوبيوم الكالويد اوف فينايل ايثايلامين اللي هو الناريسين، ده ملوش اي ميديسنال يوز زي ما احنا شايفين الاستراكشر بتاعه اهوت، فينايل ايثايلامين بيست، بروبرز بتاعته ناريسين اوكيرز از وايت سيلكي كريستالز، موجود ككريستالات لونها ابيض، اوبتيكالي ان اكتف هيجروسكوبيك يعني بيمتص الرطوبه، سلايتلي سولابل ان ووتر، يعني كلها حاجات يعني هو يهمنا فيه الحاجات بقى ستراكشرال فيتشرز. تمام، زي ان هو ويك مونو اسيديك تيرشري بيز. تمام كده، ان هو مونو اسيديك، تمام، في كربوكسيليك جروب واحده تيرشري بيز، can be extracted from aqueous solution of its salt بالكلوروفورم زي ما قلنا قبل كده، ممكن ناخده من الايه من الكلوروفورم، بالكلوروفورم من الايه من السولت سوليوشن، من السولت سوليوشن او الاسيد سوليوشن، يعني في كلتا الحالتين تمشي التعبيرين يمشوا. تمام، في كيتون جروب كاربوكسيليك جروب زي ما احنا شايفين اهوت، رجعنا تاني له. تمام، بيكون عشان وجود الكيتون جروب بيكون اوكزيم
عشان وجود الكربوكسيليك ممكن يتفاعل مع الصوديوم، كون سولت مع الصوديوم مونو بيزيك او الصوديوم بايكربونيت، تمام، بيكون لي استر مع الالكول، يبقى في خواص الكربونيل، الكربونيل كاوكزيم، في خواص الايه الكربوكسيل كسولتس فورميشن واستر فورميشن. النيرسين مع الدايلوت الكول بالتسخين هيديني فايلوت كلر، لو فضلت مسخن فتره كبيره لونج هيتنج هيديني بلو فايلوت. النيرسين مع الايودين سوليوشن بيدي بلو كلر، تمام، نفتكره بالنشا يعني، فاهم، بيدي زي النشا، هو ملوش اي تاثير، النشا افيد منه، بس طبعا لازم نعرف النيرسين انه يعني لو هاب ان حاجه زي كده، فاهم، المفروض يعني الناس صيادله يحضروا يعني يكونوا في، طبعا المورفين بيحضروا بيعملوا بريبريشن من الاوبيوم كده، لو فرض ان الحاجه دي ان الواحد في مكان بيصنع المورفين او بيعمل بريبريشن المورفين بشكل ليجل، تمام، المفروض الواحد يبقى اوير بالكلام ده. النيرسين بلس كلورين ووتر بلس امونيا، تمام، هيديني بلاد ريد كلر. الكريستال تيست النيرسين زائد الليد ايودايت سوليوشن هيدي ثريد لايك نيدل تيست، نيرسين زائد الفاجنر سوليوشن هيديني نيدلز كريستلز، نيدل كريستلز. اوبيوم الكالويد طبعا دي اللي احنا منتظرينها، اوبيوم الكالويد اوف دافينانثرين جروب. لو احنا بصينا عندنا على المورفين هنلاقي في عندي او اتش 4 اللي هي في رقم 3 دي فينوليك، و اتش في رقم 6 دي الكهوليك، تمام كده، تمام. لو احنا نبص بقى على التغيير اللي موجود في الكودين هنلاقي اللي هي الفينوليك او اتش بلوكد بايه، مكان الفينوليك او اتش عندي ميثوكسي، ها، بص بقى على السبعين في اليمة التانية هنلاقي عندي الفينوليك او اتش مش موجودة مكانها ميثوكسي زي الايه كودايين، والالكوليك او اتش بردك مكانها ميثوكسي، بس هنا فهمني في السبعين في دبل بوند زياده في الرنج الايه اللي تحت اللي فيها القريبه للنيتروجين، تمام كده، اللي هي الرنج اللي واخد الترقيم 5 6 7 8 اللي هي الرنج ده، تمام كده. يبقى نراجع الكلام تاني، يبقى انا عندي المورفين كودايين يزيد عن المورفين، ان او اتش الفينوليك بقت مكانها ميثوكسي، السبايين يزيد عليه ان الالكوليك بقت فيها ميثوكسي بالاضافه لدبل بوند، يعني انا زودت في كل مره بزود في الكودايين زودت الميثوكسي، وفي السبايين زودت دبل بوند وميثوكسي زياده كمان. فعشان كده بقول السبايين ده تترا هيدرو فينانثرين. لو انا رجعت للستراكشر بتاع الفينانثرين، تمام كده، هلاقي ان المفروض عندي اتنين دبل بوند عشان دي يبقى اسمها فينانثرين رينج، فينانثرين نيوكليوس، تمام. هنلاقي عندي في الرينج الوسطانيه دي المفروض لو في دبل بوند هنا في دبل بوند هنا، انا في السبايين مش موجودين، فاهمني، في عندي اربعه، بنقول ان دبل بوند تعبيرا ان اتنين دبل بوند مش موجودين، فهو عليهم تترا هيدرو فينانثرين، تمام كده. انما لو جينا بصينا بقى على الكودايين والسبايين هنلاقي ان في 3 دبل بوند مش موجودين، عشان يعني تعبيرا ان في 3 دبل بوند مش موجودين زي الفينانثرين، فبنقول هيكسا هيدرو فينانثرين. يبقى السبايين تترا هيدرو، تمام، السبايين هيكسا هيدرو. المورفين، تمام، المورفين انسولبل في كل حاجه، فاهمني، الحاجات السولفنت الموجوده، الميه، الايثر، البنزين، ايثانول، كلوروفورم. كودايين سولبل في الووتر، هنلاقي سولبل في العكس الايه عكس المورفين، سولبل في الووتر، ايثر، بنزين، ايثانول، كلوروفورم، تمام. السبايين انسولبل في الووتر، تمام كده، بس سولبل في الايه في الايثر والبنزين والكلوروفورم. المورفين حاجات الاستراكشر فيتشرز اللي احنا قلناها من شويه هي نفسها، انا عندي هنا المورفين في 1 فينوليك او اتش موجوده في سي 3، و1 الكوهوليك او اتش موجوده في سي 6، تمام. انما عندي هنا في الكودايين في
او اتش واحده اللي هي الكهوليك الموجوده في السي 6. هنا مفيش عندي في التبعين مفيش اي فينوليك ولا الكهوليك او اتش، لان هم متغيرين بميثوكسي جروبس. تمام. المورفين بريسبتيت فروم اتس اسيد سوليوشن باي اديشن اوف امونيوم كلورايد او امونيوم هيدروكسيد زي ما احنا قلنا في السكيم اللي فات. بينما عندي الكودايين ديسولف ان امونيوم هيدروكسيد ديو فورميشن اوف كودايين امونيوم هيدروكسيد كومبلكس. دي ما جاتش في السكيم بس يعني دي خاصيه للكودايين. المورفين هاز بيزك ان سي اتش 3 اللي هي الايه النيتروجين اللي موجوده فيه، ليها بيزك كاركتر وعنده اسيديك او اتش. بينما هنا عندي فهم في الايه في الكودايين في اللي هي البيزك نيتروجين. النيتروجين موجوده في الايه مورفين بيزك، بينما في عندي او اتش فينوليك اللي هي الاسيديك. تمام. الاو اتش طبعا جروب دي اللي هي الاسيديك اللي هي الفينوليك طبعا يقصد بيها. هنا عندي هنا قلنا في الكودايين بقى هنا مفيش غير البيزك نيتروجين. مورفين ديسولف ان بوث اسيد اند بيز، احنا قلنا ايه في اسيديك بارت وبيسك بارت عشان كده بنقول عليه امفوتريك الكالويد. لو انا عملت ميثايليشن على الفينوليك او اتش هيديني كودايين، لو عملت هيتنج في سيلد تيوب ويز كونسنتريت هيدروكلوريك يعني عملت دي هيدريشن هيديني ابو مورفين. تمام كده. لو عملت له استايليشن شلت الاثنين او اتش دي وحطيت داي استايل خليته داي استايل داي ستايل مورفين او دايا مورفين او اللي احنا عارفينه هيروين اللي هو الهيروين. طبعا لو انا مجرد شلت الاثنين او اتش لو انا فعلت الاثنين او اتش دولت باسيتيك انهيدرايد تمام في وجود البيريدين هيديني استايليتد برودكت اللي احنا بنقول عليه دايا مورفين او هيروين. هاي كده في اليمة التانية الكودايين، كودايين بريبيرد فروم مورفين نفس الكلام اللي قلناه بس هنقوله بالشقلوب بقى. انا عملت ايه؟ لو عملت ميثايليشن على اتش الفينوليك هيدينا الكودايين. هنا الكودايين ممكن نعتبره 3 او ميثايل ايثر، مش فارق كتير هو تلعب بالالفاظ بلاينج ان ووردز يعني نفس الكلام بس يعني برضك ايه مورفين فينوليك كودايين نون فينوليك سيبايين نون فينوليك. مورفين سوليد كريستالاين كودايين سوليد كريستالاين سيبايين نفس الكلام. السولوبيليتي برضك نفس الكلام قلناه قبل كده. ساليسيليت سولت اوف مورفين سوليبل في الووتر. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ساليسيليت سولت سوليبل في الووتر في حالة الكودايين برضك نفس الكلام، انما الساليسيليت سولت في حالة السيبايين انسوليبل في الووتر. ادي عندي المورفين اهوت تمام في وجود الاسيتيك انهيدرايد اسيتيك انهيدرايد مع البيوريدين هنعمل استايليشن هيديني استايليتد كومباوند تمام كده اللي هو الهيروين. المورفين لما اعمل له تسخين في وجود اسيتيك ميديا اللي هي الديهيدريشن هيديني المركب اللي تحت ده اللي هو اسمه ابو مورفين. ابو دون اللي هو قلنا بريفكس معناها اللي هي dehydrated. chemical tests مورفين اول تستات تستس ديو تو فينوليك بروبرتيز عشان وجود ال OH الفينوليك. المورفين مع الفرق كلورايد هيديني بلو كلر. مع النيتروس اسيد تيست المورفين سوليوشن ان هيدروكلوريك في وجود الصوديوم نيترايت بلس صوديوم هيدروكسيد هيديني ريد كلر، ده بنسميه النيتروس اسيد تيست. Tested due to reducing properties الايوديك اسيد تيست. الايوديك اسيد دوت هينفعل المورفين سوليوشن ان سلفوريك ريديوس ايوديك اسيد. الايوديك اسيد دوت مش موجود، ده مجرد اللي هو البوتاسيوم ايوديت مع الايودين في الايودين، فبتديني في قلب السوليوشن بتاعي حاجه اسمها الايوديك اسيد زي الكروميك اسيد اللي موجود عندنا في المعامل كده وبننضف بيه. تمام كده. هو اسيد نتج من ايه من المادتين دول موجود في الميديا. تمام كده. تمام. بنعمله تشيكينج مع كلوروفورم.
هيديني فايولت كولر في الكلوروفورم كلير. ده الايوديك اسيد تيست، ده نتيجه الريديوسنج بروبرتس بتاعت الايه مورفين. المورفين بلس سكروز بلس كونسنتريت سلفوريك هيديني بلاد ريد كولر. يبقى انا عندي نوعين من التستات، تيستس ديو تو فينوليك بروبرتس، تيستس ديو تو ريديوسنج بروبرتس. كودايين مع السلفوريك كونسنتريتد في وجود الفيريك كلورايد بالتسخين ونوتر باث هيديني بلو كولر، في وجود النيتريك هيديني ريد كولر. سيباين في وجود الكونسنتريت سلفوريك هيتحول لبلاد ريد كولر، والبلاد ريد كولر داون هيقل هيخف اللون بتاعه يبقى اورنج كولر. استعمال الاوبيوم بشكل عام، احنا قلنا الاوبيوم انالجيسك، ناركوتيك انالجيسك، تمام، مسكن في نفس الوقت سليب انديوسر. كانوا طبعا من هنا جت تسمية الاوبيوم اللي هو النبات نفسه، الاوبيوم باسم ابو النوم، او النبات نفسه الخشخاش نفسه باسم النبات ابو النوم، تمام كده، عشان ان هو سليب انديوسر كانوا بيستعملوه زمان عشان يناموا بيه، تمام، بس طبعا ناركوتيك زي ما احنا قلنا. المورفين نفسه اتسمى فاهمني من ايه، من حتة خاصية ابو النوم دي، تمام، حتى في الثقافات اللي هي الايه في الجريك ميثولوجي، في اللي هي الايه سموا مورفين نيمد افتر مورفيوس ذا جاد اوف دريمز، تمام، سموا المورفين على اسم مورفيوس اله الايه الاحلام عند الاغريق او عند اليونانيين. تالت حاجة فور تريتمنت اوف كافس عشان الكحة وكده، يبقى انالجيسيك سليب انديوسر فور كاف از كاف سابريسنت. مورفين هنتكلم بقى، ده الاستعمالات اللي فاتت دي كانت بتاعت الاوبيوم توتال الكالويد، الكالويد الاربعين الكالويد اللي موجودين عندي، او الحاجات الميجور اللي لها التأثير الرئيسي. مورفين از باورفول انالجيسيك اند ناركوتيك، تمام، ناركوتيك دي يعني انديوس، بيعمل حاجة اسمها ايفوريا اللي هي حالة الدماغ اللي هي mental detachment، ان انت تحس ان انت مش موجود في الدنيا دي خالص، تمام كده، بالاضافة طبعا يعني ممكن يعمل زي نوزيا vomiting فاهمني، زي كده وقرفة constipation tolerance اللي هو ان انا كل ما باخد جرعة بعد كده ما بتكفيش، يعني باخده مسكن باخد مثلا كمية معينة فاهمني، فبحتاج كمية اكبر بعد كده وهكذا وهكذا، افضل بيسموه التوليرانس، تمام، ادكشن اللي هو الايه الادمان. كودايين طبعا موجود للحاجات للكف، تمام، وموجود في حاجات المسكنة، تمام كده، الحاجات اللي هي الانالجيسكس، تمام كده، ان هو له تأثير، له مورفين لايك انالجيسك، بس طبعا مش بنفس التأثير بتاع المورفين، وفي نفس الوقت ما ملوش الاوفوريا اللي بيعملها المورفين. موجود في مستحضرات انا حطيتها في اول الهاند اوت بتاعي ده، في اول برزنتيشن ده، من اللي هو اسمه السولبادين، وموجود في مصر باسم اللي هو الفيجاسكين، فيجاسكين اقراص اللي كانت موجوده زمان، وفي الفيجاسكين كومباوند سابوزيتوري اللي هو لبوس الفيجاسكين للكبار. يبقى كانت تصف وانالجيسك كودايين. الثبايين ملوش اي استعمال، هو له دور مهم جدا السباين، هنتكلم عنه كمان شويه فاهمني في السلايدز اللي جايه. السباين نفسه ملوش اي تاثير علاجي، انما هو فاليبل كومبوننت، تمام، لانه سبستريت لسيمي سينثيتك دراجز موجوده. الستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب اوف مورفين، ازاي انالجيسك اكتيفيتي بتاعت المورفين بتزيد؟ لو احنا بصينا عندي هنا هنلاقي انا محتاج ان انا اركز على كام حاجه كده، الويتش على رقم ويتش في رقم 6، تمام، ديت كاتاليتيك ريدكشن ميثايليشن اوكسيديشن واف اليمينيشن للالكوليك او اتش دي ان، ممكن بيعمل انكريز الايه بتزود الاكتيفيتي. لو انا حطيت او اتش في رقم 14 الاكتيفيتي بتزيد. لو انا حطيت على الكربون رقم 5 ميثايل الاكتيفيتي بتزيد، تمام، يعني كده. لو انا فاهمني عملت ريبليسمنت للميثايل جروب اللي موجود على الان دي ان بفينايل ايثايل، تمام كده، الاكتيفيتي بتزيد. لو انا عملت اسيتيليشن
الاكتيفيتي بتزيد، تمام؟ ان المورفين مور بوتنت از انالجيسيك. طب لو احنا نرجع تاني كده ونقول يعني في عندي حاجات لو انا حطيتها بتزود الاكتيفيتي، في عندي حاجه لو انا شلتها بتزود الاكتيفيتي، لو يبقى انا عندي الحاجه اللي بشيلها الاو اتش الاليه الالكوهوليك في رقم 6، تمام؟ هنبص جنب منها في رقم 5 لو انا حطيت ميثايل، تمام، الاكتيفيتي بتزيد. في رقم 14 لو انا حطيت او اتش الاكتيفيتي بتزيد، تمام. لو انا عملت استايليشن للاثنين او اتشز اللي موجودين الاكتيفيتي بتزيد. لو انا شلت الميثايل اللي موجوده عندي هنا في الايه في ال ان سي اتش 3 الميثايل اللي اتاتشد للنيتروجين، تمام، وغيرتها بايثايل فينايل بكربونتين وماسك فيهم حلقة بنزين. انرجيستك اكتيفيتي بتاعت المورفين بتقل امتى؟ بست حالات، تمام. لو انا عملت ميثايليشن على الاو اتش الفينوليك، لو عملت اوبننج للرينج اللي فيها النيتروجين، لو عملت اوبننج للرينج اللي فيها الاكسجين اللي هي 4 5 اوكسجين بريدج، لو عملت دي هيدريشن، تمام، وحصلت على الابومورفين، لو عملت دي ميثايليشن لل NCH3 اللي هي الميثايل على النيتروجين، تمام، لو حصلت على النور مورفين يعني، تمام كده. لو عملت كواترنايزيشن خليت النيتروجين دي بدل ما هي تيرشري خليتها كواترنري، تمام كده. هو يعني هي دي مش مجالنا المفروض نتكلم، بس برضك لازم بننوه ليها اللي عايز يفيد نفسه يعني، وحاسس ان العقير مش بتفيده قوي يعني، فاهم؟ يبقى فاهم القصه رايحه منين وجايه فين. اوبيويد دراجز از ليدنج دراجز فور اذر سيمي سينثيتك اند توتالي سينثيتك انالوجز، تمام. هو نبقى عارفين قصه ان معظم الادويه اللي موجوده يا اما سيمي سينثيتك من مركبات طبيعيه، فاهم؟ معظم الادويه الحاجات اللي هي الموجوده اكشوالي، تمام كده، يا اما سيمي سينسز عملنا سيمي سينسز لحاجات انا حضرتها من الطبيعه، يا اما حاجات موديلد على حاجات ناتشرال، تمام. انا عندي المورفين اللي موجود عندي، تمام كده. لو احنا بصينا على الحاجات، هنتكلم عن الاول حاجه عن السام سيمي سينثيتك ديريفاتيف او مورفين، تمام. 90% من المورفين اللي بيطلع، تمام، طبعا ملوش سوق يعني، الناس اللي بتشتغل بشكل ليجل ما تقدرش توجهه كله في مجال الدواء يعني، ان هو برضك موجود عليه محاذير، فاهم؟ خد بالك انت موجود عليه قيود، تمام كده، ريستريكشنز كتير، تمام. فبالتالي هو عايز يستفيد منه، فبيستفيد منه ازاي؟ تمام، فبيحوله لحاجات تانية يقدر ينزلها، وممكن حاجات تبقى ليها اكتيفيتي اقل. زي ايه؟ زي الكوديين، معظم الكوديين الموجود اصلا كان اصله مورفين، زي الداي هيدرو كوديين، زي الفولكودين، زي الهيدرومورفون، زي النالورفين، الابومورفين، الدايمورفين اللي هو الهيروين. طبعا دايمورفين او الهيروين هنتكلم عنه على سبيل يعني نبقى عارفين الموضوع، فاهم حبك انت كانت قصته ايه بالظبط. سينثيتك دراجز مودلد اون مورفين زي الالفنتانيل، فنتانيل، معظم الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي موجوده في مصر. الليفوميثرفان في حاجات مش موجوده وانا يعني مش ذاكرها، فاهمني؟ هبهزر كده، انا ذاكرها لاسباب يعني هقولها في لما تيجي وقتها. الدكستروميثرفان، الترامادول، البنتازوسين، الدكسترو بروبوكسيفين، الميثادون. طبعا احنا عارفين يعني حته فارماكولوجي كده برضك لازم نبقى عارفين يعني ايه اجونست ويعني ايه انتاجونست. الاجونست بيجي على الريسبتور ويدي نفس التاثير اللي هي الايه يعني لما يكون دراج له اجونست اكتيفيتي هو بيجي على الريسبتور ويدي نفس التاثير بتاع الاجونست اللي موجود عندنا في جسمنا، تمام. يعني المورفين لما يجي على الريسبتور ويعشى عليه هو بيدي تاثير نفس التاثير بتاع الناتشرال اوبيويد اللي موجوده عندي اللي هي الانكيفالينز، تمام كده. لما يكون انتاجونست زي النالوكسون بيجي على الريسبتور وبيخليش الاجونست ايه يدي التأثير بتاعه، تمام كده. انما عندي هنا الاوبيويد في حاجة اسمها ميكسد اجونست انتاجونست زي البنتازوسين، النالورفين، تمام كده، ان هي ليها عندها مقدرة انها تعمل ديسبليسمنت لل ديسبليس ابيور اجونست، يعني ممكن تشيل
الاجونست بتاعي فاهمني، فبالتالي بنقول عليها انتاجونست افكت تمام. وفي نفس الوقت بتبقى بتشتغل على الريسبتور بتدي نفس التأثير بس بشكل اضعف شوية اللي بيديه الاجونست، يعني هي بتستبعد الاجونست من على الريسبتور، يعني زي قلنا زي البنتازوسين النورفين تمام بيشيل الاجونست زي المورفين والايه والانكافلينز تمام بيشيلهم من على الريسبتور، ده اسمها دي انتاجونستيك افكت تمام كده، ده الانتاجونستيك افكت بتاعها. انما لما تيجي على الريسبتور تعمل فيتنج على الريسبتور بتعمل انديوس اوبيويد ريليتد افكتس، زي بتعمل تسكين انالجيزيا وريسبيراتوري ديبريشن، بنقول عليها انتاجونست افكت. يبقى من هنا جت الانتاجونست ان هي بتشيل الايه الاجونست، والاجونستيك افكت ان هي بتدي انالجيزيا بشكل اضعف من الاجونست الايه البيور اجونست زي ما بيقولوا عليه. الكودين طبعا مش هنتكلم غير في الاستعمالات بس يعني مش هنكتر كتير. الكودين موجود بيستعملوه هو الدايهيدروكودين كأنتي تصف وانالجيسيك تمام. الفولكودين طبعا انتي تصف بس، الهيدرومورفون كل الكلام ده. الكودين موجود في مصر تمام، الدايهيدروكودين مش موجود في مصر، الفولكودين موجود في مستحضرات في مصر تمام كده، الهيدرومورفون موجود في مستحضرات في مصر وغالية جدا، بيستعملوه في السيفير بين اسوشيتد ويز كانسر. النالورفين ميكسد اكزامبل ميكسد اجونست انتاجونست زي ما احنا شايفين اهوت، السولبادين اللي هو الكودين والبيجسكين، السيرينول اللي هو الفولكودين او اليوكافول، الهيدرومورفون اللي هو جونيريستا جورينيستا جورينيستا ده فيه اللي هو التركيزات 4 و8 و16 استعملوه السيفير بين. ابو مورفين الابو مورفين دون ده باورفول ايميتيك ملوش اي انرجيستيك اكتيفيتي، طبعا احنا حاطين الاستراكشر بتاع الدوبامين لان هو بنقول عليه له تاثير فاهم بالك انت استراكشر ريليتد للدوبامين، ونقول عليه بوتنت دوبامين اجونست له تاثير قوي جدا مشابه لتاثير الدوبامين تمام كده، بيستعملوه عشان الديفرنشال دايجنوستس والمانجمنت بتاع الباركنسونيزم، يعني مش بيستعملوه الى حد ما فهمني عشان الايه الاريكتايل ديسفانكشن، يعني كان يعني قبل ما تيجي الانواع الفياجرات اللي ما تنتشر السلدينافيل ومستحضراتها، انما هو مازال موجود البريما اللي هي طبعا ان هو بسبب ترجيع جامد تمام كده، فكان بيتاخد واحد من 1 ملي ل3 ملي قرص تحت اللسان اللي هي مكتوبه باسم الايه اللي هو المستحضر التجاري منه باسم اليوبريما للريكتال ديسفانكشن تمام. طبعا احنا شايفين صوره كلب بيرجع تمام كده رجع، ان هو طبعا لما بيتحقن بيبقى فيري باورفول ايميتك، بيدوه طبعا غالبا في حالات التسمم والكلام زي كده ايمرجنسي تريتمنت اوف بويزنينج. الدايمورفين او الهيروين، الدايمورفين ده اصلا لما حاولوا يصنعوا ديريفاتيفز من المورفين كانت عشان ان هو عايزين يشو يدوروا على حاجه اقوى او كحاجات كاف سبريسانس تمام وملهاش اي تاثير انالجيسيك تمام كده، انما حظهم السيء قادهم للايه لحاجه ليها فيري ادكتيف تمام كده، ان طبعا وجود مجموعتين من الاستايل خلت الانكريز لايبوفيليك كاركترز بتاعته تمام، وبقت امكانيته ان هو يعدي البلاد برين بارير عاليه جدا تمام كده، بس الداي استايليتد فورم مش هو اللي له التاثير تمام، هو السكس سكس استايليتد فورم هو اللي بيحصل ان 3 اسيتيت جروب بينج هيدرولايزد باي ستريس ان برين، يعني بيحصل ان الاو اتش اللي هي الاستايل اللي موجود على الاو اتش رقم 3 بتتشال تمام كده بالاستريز اللي موجوده في البرين، ويبتدي الايه التاثير بتاعه يشتغل الايفوريا اللي بتحصل. السينثيتك دراج موديل ده على المورفين الفنتانيل، هو مش موجود عندنا الفنتانيل بس ايه برضك ايه هو زي الفنتانيل، الفنتانيل موجود عندنا في مصر بيستعملوه طبعا فيري بوتنت 50 ضعف تاثير المورفين، لان بيستعملوه كم مايكرو جرامز، موجود عندنا في مصر بيستعملوه في حالات لما تيجي مثلا واحد بيعمل عمليه ومفروض انه ياخد حاجه اوبيويد مع
مع الانستيزيا، تمام كده بتطول تأثير الانستيزيا وبتخلي العيان يروح في الانستيزيا بشكل اسرع، وبيستعملوه كترانسديرمال باتشز زي ما احنا شايفين اللي هي الدلفنتانيل ده موجود في مصر اللي هو الديوروجيسيك طبعا بالمايكروجرام الايه الدوزز بتاعته فيري بوتنت. بعد كده من ضمن الحاجات برضك اللي هي ليها تأثير مشابه للمورفين الليفوموثرفان، طبعا التأثير بتاعه من 5 لـ10 مرات ضعف الانالجيسيك اكتيفيتي للمورفين وله انتي تصف اكتيفيتي. طب الليفوموثرفان ده مش موجود في اي صيدليات ومش موجود في اي ادوية، طب احنا بنتكلم عنه ليه؟ تمام اذا كان مش موجود في اي ادوية، تمام، واذا كان مش موجود حتى في اي دولة في العالم، تمام كده. ان الديكستروموثرفان ده النظير الايزومر بتاع الليفوموثرفان، اسف الايزومر بتاع الديكستروموثرفان. احنا من 2 3 كده سنة مثلا حوالي 2012 2013 كان جات فترة كده كان في ادوية نزلت السوق ادوية كحة وبعدين رجعت اتلمت تاني، ده نتيجة ان الديكستروموثرفان اللي بقى نازل، تمام، الديكستروموثرفان الاول انتي تصف وملوش اي انالجيسك ولا اي تأثير على الايه على ال ما بيعملش اي افوريا. الافوريا اللي بتحصل يعني مثلا اللي بيجي لك مريض الناس اللي هما بيخشوا الصيدليات عشان ياخدوا ادوية يستعملوها بشكل ابيوز يعني بيسيئوا استعمالها، ادوية خاصة ادوية الكحة اللي فيها ديكستروموثرفان ما بياخدوهاش عشان ديكستروموثرفان، بيبقى فيه امبيورتيز من الليفوموثرفان موجودة مع الديكستروموثرفان هي اللي بتعمل الدماغ دي. عشان كده فاهمني لو خدت انا معلقة او اتنين مش هتأثر، تمام، انما هو عشان التأثير ده يبان عليه بيشرب له ازازة واتنين، عشان طبعا في التصنيع ما تقدرش تفصل الليفوموثرفان بنسبة 100% من الديكستروموثرفان، تمام كده. بس جت فترة ان شركة من الشركات استوردت من الهند ديكستروموثرفان، تمام، بس كان في نسبة عالية من الليفو. طبعا نسبة الليفو المفروض ما تزيدش عن 0.1%، يعني ما تزيدش عن 1 من 10%، تمام كده. احنا قلنا زي ما احنا شايفين اكتيفيتي بتاعته ضعف من 5 لـ10 أضعاف التأثير بتاع المورفين، فالموضوع مش سهل يعني. فده له ليميت تيست للديكستروموثرفان بريبريشن عشان نشوف إذا كان فيها ليفو والليفو موجود بأي كمية. طبعا مش هنتكلم بقى عن الحاجات دي، الترامادول والبنتازوسين والديكسترو بروبوكسفين دي يعني لمعلوماتك لو انت عايز تقراها، فاهم، تقراها ما تقراهاش برضك ايه براحتك يعني، احنا بس نعرفك ايه استعمالاته كده. السبايين مهم جدا ان احنا نعرف عن السبايين ان هو unwanted byproduct، تمام، حتى اللي بيصنعوا الاوبيوم او بيصنعوا المورفين او بيصنعوا الهيروين بشكل illicit بشكل illegal، طبعا illicit اكيد illicit يعني، تمام، ما بيحتاجوهوش، ملوش اي استعمال، ملوش اي تأثير، تمام كده، ولا حتى له تأثير من ناحية الميديسنال، تمام. فهم جربوا يحاولوا هو كده او كده، فاهم، هو بيصنع الايه، بيصنع المورفين او التاني بيصنع الهيروين، تمام كده، بينتج عنه ايه معاه السبايين كباي برودكت، تمام كده، فمالوش اي ميديسنال يوز، ما يقدرش يحوله even conversion of سبايين into morphine and heroin is much more difficult and low yielding، حتى ما يقدرش يصنعه ايه للهيروين. فبالتالي من هنا نشأت فكرة ان السبايين ده ممكن استفاد منه وصنع منه several useful drugs، وده حصل فعلا، صنعوا منه النالوكسون والنالتريكسون. النالتريكسون ده موجود في مصر عندنا باسم الاناركول، بيدوه للناس اللي هم في اواخر خالص بعد ما يبتدوا يقربوا يخفوا جسمهم، فاهمني، ما عادش يبقى فيه اي اوبيويد، تمام كده، بعد ما تختبر المريض دوت وتشوف في تحليلاته ان هو ما فيش عنده اي اوبيويد، ده بيعمل كومبليت ديتوكسيفيكيشن، بيشيل اي تاثير راد باقيه، فاهمني، او اي حاجات على الريسبتورز، اي اوبيويد موجوده على الريسبتورز، تمام كده، لان دوت بيور انتاجونست، تمام. ده بوتن النالوكسون طبعا والنالتريكسون الاثنين سيميلر لبعض، احنا بوتنت انتاجونست على ات اول ريسبتورز فور اول اوبيويد.
نالوكسون له حاجة مهمة، له استعمال مهم طبعا، ان هو في حالة الاوبيت بويزنينج، تمام، لو واحدة مثلا خدت اوبيت او مدمنة او اي حاجة من الحاجات دي كده وبتولد، الطفل بيبقى ناتج. طبعا احنا قلنا الاوبيويد كلها بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن، كلها شغالة، فهمني، على لو احنا خدنا بدأنا في المحاضرات كده وعرفنا ان في حاجات سايكو اكتيف دراجز ستيمولانت وفي حاجات ايه تعمل ديبريشن، تمام. من الحاجات الاوبيويد كلها بتعمل ديبريشن، بتعمل ديبريشن للايه، للريسبيريشن، تمام كده. فالطفل دوت ممكن يموت، فلازم بياخد الايه النالوكسون دوت، بحيث ان ما يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن وما يموتش بسببه يعني. طبعا حتى المدمن نفسه اللي هو بيحصل له، بيقولوا عليه افور، او بيحصل له اوفر دوزج، او بيموت بسبب اوفر دوزج. الاوفر دوزج دي، تمام، بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن. السبب الرئيسي البرايمرلي كوز اوف ديث اللي هو ريسبيراتوري ديبريشن، تمام. في برضك مستحضرات زي النالبيوفين، طبعا احنا عارفينه طبعا، زي النالوفين اللي هو حقن النالوفين الموجود في الصيدليات، والاوكسي كودون ده مش موجود في مصر، والاتروفين، التورفين دوت ده بيستعملوه اللي هو ايه، اللي هي السرنجات اللي بيقولوا عليها ترانكولايزر دارتس دي، اللي هي الحقن اللي بتضرب في ضرب بالبنادق عشان يهدوا الحيوانات الكبيرة زي الأفيال والإليفانتس أند راينوس اللي هي الخرتيت وكده، عشان يهدوه، فبيدوا له الحقنة دي من خلال الإيه اللي بتبقى موجود فيها الأتورفين. الأتورفين له 5000 تايمز مور بوتنت ذان مورفين. لازم نفتكر في الأول والآخر إن إحنا الحاجات دي خطيرة جدا، حاجات الاوبيويد كلها اللي موجوده عندنا في الصيدليه خطيره جدا، لازم ننوه للكلام دوت، ما نتعاملش معاها باستخفاف، ما نتعاملش حتى، فاهم بقى، انت دراستنا في الحاجه دي، انت لو قريت الكلام اللي فات برضك هتستفاد منه بشكل كويس. هو ما يخدمش مجال العقاقير قوي، بس انا بنوه لك ليه العقاقير مهمه. حاجات حتى الحاجات الايفن، الحاجات السينثيتك كلها بيزد على الحاجات الناتشرال. طبعا مش هتكلم على السيمي سينثيتك تعتبر الى حد ما في جزء كبير منها، فاهمني، يخصنا، فاهمني، انما الحاجات السنسيتك يعني ما نتعاملش مع الموضوع باستخفاف، تمام، ما نتعاملش حتى مع ادويه الكحه، مع اللي داخل وعايز دواء كحه دواء نتعامل معاه على سبيل ان هو يعني ابيعه وخلاص، انا ما دام الدواء مش جدول، لا، لازم انا ابقى عارف ان في عندي ايثكس، اخلاقيات المهنه، لازم أن ايه ابقى حاططها في دماغي. remember the cause of death due to opioid overdose is primarily from respiratory depression زي ما قلت قبل، قلت لكم اللي هي الأفورة أو الأوفر دوز أو اللي بيموت بأوفر دوز نتيجة الريسبيراتوري ديبريشن. عجبتني المقولة دي، كوتيشن دي، الاقتباس دون بتاع كارل يونغ مؤسس علم النفس التحليلي. Every form of addiction is bad no matter whether the narcotic be alcohol or morphine or idealism. كل شكل من أشكال الإدمان سيء، سواء كان الحاجة اللي أنا بدمنها دي كحول أو مورفين أو حتى مثالية. شكرا لكم كتير.